السلام عليكم إخواني أخوتي الكرام، هذا أخوكم سيمو يعود إليكم من جديد. تحياتي لكم وشكرا لكم. من إخواني المشاهدين، اليوم جينا نهضروا على قاعدة اليوسفية. لإخواني المشاهدين غادي نقرأ لكم مقال واش حكمت به وزارة الداخلية، ويعني واش كانت بعض اليوتيوبرات اللي ما فهمناش علاش. إخواني المشاهدين لحد الآن ما فهمناش علاش قالك ودي بأن التشهير وكذا، ويعني وشكاو واحد الانسان بلا ذكر الاسم ديالو، حتى هو عضو واحد الجمعيه، انه قاتل بمدينه اليوسفيه. وهو اخواني المشاهدين يعني قالك ودي كيدير لها التشهير وكيدير لها كذا ويدير لها كذا، ولكن وزاره الداخليه تحياتي له وتحياتي للجميع السلطات المغربيه. ولكن انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه، علاش يعني ما سمعتش كما نقولوا الضحايا، علاش يعني دارت الاستماع ديالها للقائده وما دارش الاستماع ديالها، ما سمعتش كما نقولوا الضحايا، وبعض الناس يعني دايرين بها شكايه وعاطينها شكايه، ويعني بزاف ديال الصور اخواني المشاهدين. يعني الشكايات قال الاول، احنا غير على ما شفت عينينا، احنا كنهضروا على ما شفت عينينا. خرج الاول داك السودور اللي كان بغى يدير الديليو، الثاني خرج اللي راكم شفتوا اللي بالعين ديالو اللي قال لك ودي دار بها غرزات وكذا وكذا، الثالث اللي قال لك ودي يعني ضربته هو وواحد الانسانه كبيره في السن اللي صرفقتها، الرابع ذاك الانسان اللي قالت له حاشاكم قلعلو ديالك، الخامس اللي زربعت له الخضره ديالو. يعني بزاف ديال الناس هما دايرين به شكايات، دايرين بهذا الانسان شكايات، ولكن انا بغيت غير نعرف علاش وزاره الداخليه ما سمعتش لدوك الضحايا وسمعت غير لها بحد. هذا هو اللي بغيت نقول. وحتى شي واحد، علاش حنا الناس يبغيو الوطن ديالهم وباغيين الوطن ديالهم يزيد لقدام، يعني بفم الناس حنا كنهضروا ما قالوا الناس وما قالوا المقالات وما قالوا، يعني هذه المقالات اللي كيطروج بها الصحافه وكيديروها في كما نقولوا في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا غادي تشكوا كاع بالمغرب كامل. هذا هو اللي بغيت نقول لكم اخواني المشاهدين. وغادي نقرا لكم المقال يعني دابا واش هذا قال لك. الداخليه، وزاره الداخليه حملت تشهير تستهدف قائده باليوسفيه، يعني هذه مهم. قال قالت وزاره الداخليه انه تبين من خلال بحث اداري أجرته بخصوص ما سمي بحملة الوطنية الدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية أن ما تم تداوله مجرد مغالطات، يعني قال لك هذا الشيء كامل مغالطات، وأخبار زائفة تم ترويجها من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية والذي يسعى إلى الانتقام من السيدة القائد بعد تصديها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة لتغطي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة مهم. هذه الجائحة هذه ديال إخواني المشاهدين كورونا، واصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة، وأوضح بلاغ للوزارة أن الشخص المعني قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا متحملين وأحيانا مقابل مادي، قالك يعني كيعطيهم الفلوس، هذا الشيء الله أعلم، هذا الشيء احنا ما عارفينوش، وأحيانا مقابل مادي، تستهدف التشهير بشخص وسمعة السيدة القائدة، كما عمد الى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه. قال لك هو زعما حرش شي وحدين مش عارف، وحرصا منها على تصدي الادعاءات التي تهدف الى المساس بسمعه ومصداقيه ممثليها بالاداره الترابيه. نفت الوزاره بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطه لا اساس لها من الصحه، ترمي الى تصفيه حسابات شخصيه وتبخيس مجهودات السيده القائده وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، كما تم رفع
دعوى قضائية ضد المعني بالأمر من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم الموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للسيدة القائدة. وفقد المصدر ذاته يذكر أنه كان قد جرى تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع الاجتماعي تضمنت اتهامات إلى السيدة القائدة بإقليم اليوسفية وبارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها الإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بل وتم نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نفسه تتضمن ادعاءات تمس بنزاهة المعنية بالأمر وتشهير بها. إخواني المشاهدين، يعني قال لك هاد الإنسان هذا هو اللي كيشهر بها وكيقول بها يعني كاع الناس المغرب كامل اليوتيوبرات كاملين هضروا على هاد القائدة. علاش هضروا عليها؟ لأن أي واحد عنده محتوى كيهضر على هاد السيدة هذه، لأن بنادم شاف يعني شي ناس خرجوا وقال الناس كتبغي بلادها، علاش غادي دير التشهير غير ما هذوك؟ خلينا دوك الناس اللي كتقولوا نتوما انفصاليين ولا مانيش عارف، حنا خاطينا منهم الحمد لله، حنا كان ما متابعين حتى شي واحد، متابعين غير روحنا وهذا الشيء اللي كاين. يعني حنا بغينا نوصلوا ان هاد الناس اللي خرجوا وقالك بان راها دارت لهم وفعلت لهم، واحد شتو راكم شتو واحد سبعو كي داير، واحد شتو عينو كي دايره، واحد شتو قالك ودي راها بكبري صرفتني قدام الوالده وقدام المراه ديالي وكذا وحشمت وزيد، واحد قال لك يعني ما خلى فرشخاتو هو والمراه ديالو، قالت له نتايا بانك انت ماشي راجل وغادي نقلع لك ديالك باش انت راجل والمراه ديالك ماشي مراه وانت ديوتي وكذا وكذا وكذا. يعني هاد الناس صرحوا بهذا الشيء وقال لك، وهذاك السودور اللي قال لك بغى يشرب الديليو، وزيد هذاك الانسان اللي بالخضره ذاك المعوق، يعني بزاف ديال الناس بانوا وقال لك كاع داروا شكايات، وقال لك شكايات بها، وما بزاف ديال الصحافه اللي كيحطوا اخبار هنايا. وهاد الناس واش مانيش عارف واش كذبوا واش ماشي نيشان واش كذا واش بغوا يغلطوا الراي العام، الله اعلم. ولكن حنايا بغينا الحقيقه، علاش ما يصدقوش مع هذوك الناس وعلاش ما يجيبوا الشهود؟ علاش وزاره الداخليه استنطقت غير هذوك الناس؟ يعني علاش وزاره الداخليه استنطقت غير هذا القائد؟ علاش ما استنطقتش يعني نورمالمون كي المهم الحق والقانون كيسمع الطرفين، القضاء المغربي كيسمع اي قضاء، كيسمع الطرفين، كيسمع لهذا وكيسمع لهذا. لان بزاف حنا شفنا الحمد لله المغرب داير الاخر ديالو وداير بزاف ديال الصوالح، ولكن الحجر الصحي في حوايج، يعني بنادم ما خصوش يتحقر، بنادم ما خصوش كذا. الحجر الصحي انت اخترت الحجر الصحي وراه ما ماليه وتصيفط لك الحبس، جمع وطوي، ما تعدى عليا ما تعدى عليك ما والو. القفات هذوك القفات نتاع الملك الله ينصرو ويخليه لنا، الحمد لله دولة الحق والقانون. زيد هذيك يلا هذاك الفيديو اللي تداول نتاع عشاء القايده، علاش تداول هذاك نتاع عشاء القايده؟ نورمالمون ما يقولوش عشاء القايده، كاين فيديو واحد اللي كيقول بان فيديو واحد كاين حاجه وحده، عفوا غلط، كاين حاجه وحده اللي نقولوا لها، عاش الملك هو الملك ديالنا نصره الله وايده وشعرنا واحد الله الوطن الملك، والله يخليه لنا ويخليه لوليداته. هذه من جهه اخرى، باش بنادم هاد الناس خرجوا وهذاك السيد اللي بقى يقول عاش القايده خرج قال لك اودي تشوهنا، قال لك اودي هي عطاتنا القفه وقالت لك اودي صورتنا وداتنا داتهم لواحد الدار وقالت لهم قولوا عاش القايده. يعني هذا الشيء غير اللي كنشوفوه، هذا الشيء كامل اللي شفناه احنا بنادم كيقولوا، يعني بنادم كيتبع الاخبار المغربيه وكيولي يعاود واش قالوا الناس واش قالوا الصحافه. يعني الصحافه هي اللي كتكتب وهي اللي كتحط، الناس كتهز يعني كتبحث وتهز دوك الصحافه واش حطوا وكيقولوا لي ان الصحافه الحمد لله راه كاين الصحافه النزيهين اللي كيمشيو تما وكيهضروا وكيديروا استجوابات، يديروا بزاف ديال الصوالح. يعني بغيت نوجه واحد الرساله للوزاره الداخليه انها تسمع للطرفين. المهم قال لك هذا الشيء كامل، انها هذا الشيء كامل، قال لك هذا الشيء كامل اللي راج في هذه الايام انه كذب ومغالطات
وكيغلطوا الناس وكيغلطوا بنادم وبزاف ديال الصوالح. هذه من جهه. من جهه اخرى راني قريت لكم المقال اخواني المشاهدين، ما بقينا فاهمين والو. كاين واحد حاجه وحده، كاين القانون ما كانش اللي يعلى عليه غير الله سبحانه وتعالى. نتمنى نعرفوا الحقيقه ونعرفوا واش غادي يكون ونعرفوا، ونتمنوا من وزاره الداخليه تسمع لهذا وتسمع لهذا. وشكرا للقضاء المغربي اللي فيما مشى كينصف. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش تكونوا بادي، وتبارك الله عليكم.